تواصلوا حديثنا حول مخارج الحروف. قلنا عدد مخارج الحروف هو 17 على القول الراجح أو القول المشهور، وهذه المخارج موزعة على 5 أعضاء اللي هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. فيخرج من الجوف حروف البد 3 وحرفان اللين، ومن الحلق تخرج 6 حروف اللي هي حروف الإدار. أها لا لا لا، الحروف مرتبة، الهمز والهاء والعين والحاء والضاد، كل الحروف التي تخرج من الحلقة فيها كعلم هذا وغير خاسر على جملة كاملة. يا ربي هذه حروف الحلق تسمى من الحروف هذه حلقية. وبعد ذلك الموضع الثالث هو اللسان، وقلنا به 10 مخارج 18 حرفا، وذكرنا عملنا صورة نوضح بها اللسان، قلنا فيه أقصى لسان وطرف لسان وحافة لسان ووسط لسان وأدنى الحافة، فمن أقصاه تخرج القاف والكاف، أقرب لبعض القاف والكاف، أقرب لبعض القاف هي الأولى، بعد الكاف أسفل من القاف، وبعد ذلك عندنا وسط اللسان اللي تخرج منه شيم والشين والشين والياء والغير غير مادية، ومن إحدى حافتيه تخرج الضاد. المخرج هذا يتصف بالاستطالة، مخرج طويل أطول المخارج أوسعها وحرف الضاد. ومن أدنى الحافة تخرج لحدنا هنا الحافة اللي تنقسم إلى قسمين، أقصى الحافة وأدنى الحافة، من أقصاها تخرج الضاد. شكون يعرف لي مخرج أو يذكر لي مخرج الضاد كاملا؟ تخرج الضاد عمل قابلها من الأضراس العليا، هذا مخرج الضاد. تو الأدنى اللي هي الجزء هذا القريب للطرف تخرج اللام، اللام تخرج من أدنى حافة اللسان. كيف من إحدى حافتي من الأدنى اليمنى ولا اليسرى تخرج اللام، وكل من أدنى حافة اللسان مع ما يقابلها. وقلنا في الحرف في النطق بالحرف لابد من اصطدام عضوين أو افتراقهما، فاللام تخرج من أدنى حافة اللسان مع ما يقابلها كيف من الحلك الأعلى، وإن ثم اللثة ومعنى السقف بتاع الفم، وكيف من طرف اللسان مع ما يقابله من اللثة أي منبت الأسنان تخرج حرف النون. نون تخرج من طرف اللسان مع ما يقابلها من اللثة، بل ها هي بقليل أدخل في ظهر اللسان، أدخل في ظهر اللسان الراء تخرج الراء. واضح؟ هما اللام والنون والراء تعمل يجعلهم مخرج واحد. سيدي النون معناتها لسان يضرب في السقف نتاع السنين والحلق بيناتهم، مش الحلق الحمل ذاك، اي هذاك اللثة يسموها اللثة، منبت الاسنان تسمى اللثة، منبت الاسنان يسموه السقف الفقري. ايوه بيناتهم. ان قل ان مش في السنين، مش في الثنايا، ما تمسش الثنايا بل الثنايا وراء، هذاك مخرج السنين. لا باش بس في الثنايا. اذا اللام والنون والراء هما حروف تسمى ذلقية. علاش؟ خاطر تخرج من طرف اللسان، تخرج من ذلق اللسان اي من طرفه، تسمى ذلقية. النون والراء واللام
بل اللام تخرج من أدنى حافة اللسان كيف اليمنى ولا اليسرى، والنون من طرف اللسان مع ما يقابله من اللثة قبله، أنا قبل النون بقليل تخرج الراء، الراء تخرج من طرف اللسان أدخل في ظهره مع ما يقابله. دائما بد من ذكر العضوين قبل مخرج النون مش بعد. هاي لهنا لك مخرج النون على لهنا، هاي الراء حسن في معنى حتى بالتطبيق العملي. قل الراء الراء، مش كما تقول الجنة مثلا النهار، تلقى اللسان معناها هش الجزء هذا الأخير وما قبله بقليل. واضح حروف هذه الثلاثة واضحة. توا بر إلى طرفه، طرف اللسان، طرف هو هذا مما يلي الشفتين، طرف مما يلي الشفتين معنى الولاي بتاعه طرف اللسان، وهذا الطرف بتاعه وهذا الأقصى، هما الاثنين طرف، هذا الأقصى مما يلي الحلق يسمى أقصى اللسان، وهنا أوله أو طرفه مما يلي الشفتين. هنا من طرف اللسان عندنا 9 حروف، 9 حروف تخرج من طرف اللسان. المخرج الأول هو الطاء والدال والتاء، الطاء والدال والتاء، هذه شو يقولوا؟ تخرج الطاء والدال والتاء من طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا، تخرج الطاء والدال والتاء من طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا. شو وصول هذه وصول الثنايا؟ وصول هنا مش المنبت بتاعها، منين تبدا تظهر الاسنان، هذاك يسمى وصول. قل إط إط ولا إد أدي أدي، حس طرف اللسان يصطدم ب الأصل بتاع الثنايا. إذا نعاود تخرج الطاء والدال والتاء من طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا، وتسمى الحروف هذه وتسمى لطعية. شكلها لطعية، على سموها لطعية، قال نسبة إلى لطع الفم وهو الجزء القريب لغار الفم، سقف الفم، ذلك فيه عدة مسميات، شجر الفم ولطع الفم وسقف الفم، هي كلها مصطلحات احنا على الأسف نجهلوها. لطع الفم الجزء ذاك القريب لغار الفم للسقف بتاع الحلق الأعلى. إذا الطاء والدال تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا وتسمى لطعية. بعد عندنا الظاء والذال والثاء، الظاء والذال والثاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. تخرج الظاء، مش الضاد، تخرج الظاء والذال والثاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. قل ومن أظلم ولا الظالمون، الظالم، تلقى طرف اللسان يصطدم بأطراف الثنايا العليا، يسبق له أطراف الثنايا العليا. واضح؟ هذه الحروف الثلاثة هذه
يسموها، وهذه مسميات وألقاب العرب هكا يسموها، وتسمى النيثوية. نيثوية من اللف، بالنسبة إلى اللف. المخرج الأخير، مخارج طرف اللسان، هو الصاد والزاي والسين. الصاد والزاي والسين. الصاد والزاي والسين تخرج من طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى. تخرج الصاد والزاي والسين من طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى. مش من بين الثنايا. كيف كيف تقول طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى؟ اي فوقها، مش خاطر تقول طرف معناها يلزم يمس اللسان في طرف الثنايا، هو ما يمسش. قل اس يبقى معناها معلق هكا نوعا ما بين الثنايا العليا والسفلى. صحيح كي نقول بين الثنايا العليا والسفلى. اي الجزري هكا ثم اللي يقول من فوق الثنايا السفلى، وثم اللي يقول ما بين الثنايا العليا والسفلى، هو نفسه المعنى. وثم اللي يقول غير هذا، كل من صفحة الثنايا السفلى. إذا الحروف هذه الصاد والزاي والسين تخرج من طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى وتسمى أثلية. أثلية. شو الأثلية؟ قال النسبة إلى أسلة اللسان. وشو أسلة اللسان هذا؟ قلنا احنا مصطلحات حقيقة نجهلوها أو يجهلها الكثير منها، مش الكل. أقل أسلة اللسان هو مستدقه، الجزء الدقيق في اللسان، ذلك يسموه أسلة اللسان. لا تسمى الصاد والزاي والسين أو تلقب بالأسلية. واضح؟ هذا المخارج اللي موجودين في اللسان، قلنا 10 مخارج لثمانية 18 حرف. استوى باش نعملوا؟ قلوا تصحيح للمعلومة هذه، باش نحدوا معناها نحسبوا المخارج ونحسبوا الحروف. إذا لقينا العدد مطابق لما قلناه، معناها ذلك ما قلنا نبغي. إذا كان لقينا نقص وإلا زيادة نصحوا عنها المعلومات. أي. يخرج من طرف اللسان. أي. مع من لثة الأسنان العليا طبعا. يعني بالنسبة للسان نفس المخرج الطاء والحروف. لا، اللثة أقبل. وقلنا لا، اللثة هذه الأصول، هذه الأصول. هنا تلقى اللثة فوق الأصول شوي. بالنسبة للسان نفس المكان. نفس المكان. الطرف. أي ديما الطرف. كنا نعمل معنا تصحيح للمخارج قبل. عندنا المخرج الأول هو مخرج القاف. المخرج الثاني السلام. المخرج الثالث وسط. وسط. المخرج الثالث. المخرج الرابع ضاد. الخامس لام. السادس نون وراء. السابع الراء. والثامن طرف. الثمانية التسعة هي عشر. هذوما العشر مخارج. هذوما صوروا انتم اللسان هكا واعملوا العدد بتاع المخارج باش تذكروا بهم الحروف. توا مقاربة أخرى نعملوا بها الحروف. يلزمنا نلقاو قداش من حرف؟ 18 حرفا. نبداو كيف كيف القاف، كاف،
الجيم والشين والياء أنا غير المادية والضاد اللام اللون الراء و طاء الطاء والدال والتاء والضاء والذال والثاء والصاد والزاي والسين احسبوا لازم نلقاو 18 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر عشرة حلقية. نعم حلقية. لا مش السلام عليكم. السلام عليكم. حرف الضاد هو حتى ما حضرتش الحصة هنا. ايه. كنت نجم تعمل حرف الضاد. الضاد ممكن تخرج من هنا عاد. ايه. هي بخرج الضاد اقصى حافة اللسان قول ولا الضاء ولا الضاء اللسان كيفاش يصطدم يصطدم بالاضراس الاضراس العليا داخل من داخل ولا من برا من داخل بتتعامل لا مع مع هي مع الاضراس طول مش مع المنبت بتاعك مع الاضراس منا ولا مش لب مش لب مش لب مش لب مش بقى مش بتدخل اللسان تحت الواحد ما تولي تعضوا على ذلك هي هذه المعلومة لا ولا الضاء ولا الضاء بجنب اللسان يصطدم بالأضراس العليا أي بجانبها وما يخرج لا ما يخرج يخرج هذاك يسمى نفخ هذاك يقول ولا الضاء ولا الضاء هذاك هواء لكن يعمل فيه نفخ قال هذا بخص انا واخرج الغمز مازال عاد حتى تو كملنا اللسان وزلنا الشفتان وزلنا الخيشوت هاي قالنا اليوم نكتفي بالقدر هذا عم يلزم لسبتو على المخارج هذية كل حرف والمخرج بتاعه ونعاودوا اذا كانت تحبوا تتمكنوا من المعلومة هذية تصور اللسان ومعناها بعدها تكتب الحروف كل حرف في المخرج بتاعه مرة اثنين توابع حلا ترسخ المعلومة هذه من جهة اللسان من جهة اللسان مش من جهة الحلق أسفل وجيم الشين ياء هذاك ابن الجزري يقول أسفل أي مما يلي اللسان مش مما يلي الحلق واضح.